السلام عليكم، هلا فيكم في سوالف بودكاست. أنا أحمد. أنا علي. هذه الحلقة ما راح يكون فيها إجابة عن أسئلة، بسبب أن هذه الحلقة نفس وقت الحلقة الثانية مسجلينها في نفس الوقت، ما نزلنا الحلقة اللي قبل سريع تنزل مع بعض، مع أن ودي أن تصير بس أسبوعيا، بس أنه كتجزيء خصوصا الآن عشان نخفف على الأشياء. نتخيل أن الحلقة اللي راحت كم صار ساعة ونص أو شيء، وهي موضوع واحد. في بعض المواضيع لازم يعني نحكرها إذا كنا نتكلم كثير، يعني مثلا في المستقبل أو بعد شهر، مثلا لو سناب دراجون أو مثلا سامسونج مع الجالكسي لو نزلت، في أشياء تستاهل نتكلم عنها الحالة يعني. أوكي، نبدأ الحين. أول موضوع عليش عندك؟ نزلوا تحديث حق بلاي ستيشن، المفروض يحل مشاكل بس ما قالوا وش فيه، يعني بس يكتبون لكم انه بس برفورمانس وما ادري وشو استابيليتي سيستم، بس ما حد يقدر يرفع عليهم قضيه. ما في اي ما وش المشاكل اللي كانت مواجهه قبل عشان نحلوها الحين؟ يعني مثلا اذا حطيت سليب وتلعب سبايدر مان مارس موراليس، النظام يخترب ويقول لك لازم تسوي ريسيت، لازم تسوي دقيقه، انت تحط سليب وتلعب او ما فهمت. إذا أنت قاعد تلعب حطيت على الرست مود، كان يطفي الجهاز. يطفي الرست مود موب أوف. شو يسوي الرست مود؟ الرست مود اللي هي تعرف اللي يعلق اللعبة ويطفي كل شيء، بس يظل مثلا يقول لك إذا خليته مشغلة أنه يحدث ولا يحمل ولا يحدث ولا يشحن. أوكي، فأنت وقفت. إيه فهو فهمت، يعني سليب مود نفسه. إيه يخترب النظام. كيف وأنت تلعب؟ ما فهمت. إذا حطيت رست مود إيه وشو تلعب مارس موراليس، يعني مرة تشغل مارس موراليس وحطيت راست مود بتقوم تمشي، اي مثلا ترجع تشغله. اوكي، يخترب النظام. فهمني كذا، يعني قال لي قاعد كنت تلعبها بتوقف، بس حطيت راست مود قاعد تلعب. اي حطيت راست مود مثلا قاعد تلعب اللعبه هذه وحطيت راست مود، بعدين شغلتها مره ثانيه المفروض يكمل وانت واقف. هو يوقف يخترب النظام، يقول لك لازم يسوي اللي هي تصليح الذاكره، ما تصليح الذاكره واحتاج تفرمت وترجع من جديد وجديد. هذا من اول ما نزل الجهاز. هذا اخبار سمعت، انت ما سويت عندك؟ ما جاتك مشكله؟ سويته عندي بس ما جات عندي. يعني وفي ناس اللي يقول لك ما يقدر يشحن من يشحن اليد وهو محطوط على الرست مود من المداخل. هذا بعض المشاكل عند بعض الاشخاص، يعني عند بعض الاشخاص. انا ما عندي هالمشاكل. حلوا هذه الشغلات اللي تشحن من قدام وغيره، شغلات خفيفه منه ومنه. طيب بس شغلات كبيره اللي هي بس غيره يقول لك ان شغلات خفيفه. عن نفسي انا ما عندي اي مشكله. في واحد اكتشف مشكلة اللي هي يقول لك إذا صار سمعت طنين قوي وصوت مروحة قوية، طلع نهاية الهيت سينك فوق عندهم ستيكر عشان يثبت كيبل، الستيكر هذا يطير ويدخل في المروحة ويلف كأنه صوت كهرباء إذا دخل المروحة. أوكي، صوت طق 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 ولا صوت هو كهرب. يلف دخل المروحة كأنه صوت طق طق وما أدري وش، وصوت كأنه التماس كهرباء. أوكي، فطلع هذا هو الستيكر هذا إذا طار ودخل المروحة. هذا مشكلة. سبايدر مان نزل لها تحديث لحل مشكلة الناس ما يقدرون يبدلون نفسي، وانا ما تقدر تغير بدلات. حتى عدلوها خلاص والله؟ اي عدلوها، كتبوا في التحديث ان باكس فيكسس وذيلي، واقدر ابدل واغير وكل شيء امور طيبة. اساسين كريد اوديسي، مو اوديسي، اساسين كريد فالهالا نزلوا لها تحديث حلوا مشكلة السكرين تيرنج. هذا قلت لك اللعبة اللي كلها سكرين تيرنج، حلوا مشكلة السكرين تيرنج وحطوا اللي هي كواليتي مود. كواليتي مود هذا يركز على الريزولوشن والكواليتي والفريم ريت، عاد يطيح ويرجع. ريزولوشن وكواليتي، الريزولوشن والجرافيكس. الريزولوشن هم دخلوا الجرافيكس 60 ينزل ويطيح، يعني على حسب انت اللي تلعب. وذي 60 بس الماكسيموم 60، يعني الماكسيموم 60 بس ينزل. إيه. فريم ريت مود او بفورمس مود، ذاك كواليتي مود، ذاك بفورمس مود للفريم ريت، ذاك يخفف شغلات عشان يقفل على 60. اوكي، والريزولوشن شنو؟ الريزولوشن يقفل على 4K، لان دايناميك 4K ذيك. هذا في شنو؟ اي نوع؟ في الفريم ريت مود اللي هو يقفل على 4K، ينقفل في الفريم ريت مود يصير دايناميك 4K. اوكي، والريزولوشن مود يصير قافل 4K. اوكي، هناك دايناميك 4K يعني ينزل لك في... ينزل الريزولوشن بس ما ينزل الفريم ريت. طيب الريزولوشن ينزل لوين؟ ينزل الكواد بس، ما ينزل يعني بس ما بكل شيء ينزل حق اوبجكت، يعني شغلات ما باللي تشوف انت ذاك الريزولوشن، ينزل شغلات منه ومنه، شغلات تنزل في الخفي، ما ينزل شغلات بعيده، ما ينزل 1080. لا ما ينزل في الاكس بوكس سيريز اس. اوكي،
فالآن يعني بلاي ستيشن الألعاب اللي وحتى الإكس بوكس سووا لهم اختبارات مع الإكس بوكس إكس سيريز إكس نفس الأداء مع الفريم ريت مود والريزولوشن مود نفس الأداء. لأنهم كانوا كان الفريم كان في قبل ما ينزلون التحديث اللي حرفيا كنت تستخدم على اللي هي البرفورمانس مود إن الديناميك 4K مهم 4K لوك و 60 فريم قبل ما ينزلون التحديث كان البلاي ستيشن نوعا ما أحسن لأن أقل فريمات تطيح وأقل سكرين تيرينج. بس بعد التحديث الحين صاروا أداءهم نفس الشيء. فالآن اللي تقول نفس الشيء فهو مقارنة السوني بالإكس بوكس. الإكس بوكس سيريز إكس مهم بالسيريز إس. بسوني. بلاي ستيشن 5. طيب. وأخبار ثانية عن سوني ولا؟ لا أول شيء خلنا نتكلم عن. وبتكمل عن تكمل عن. بما إن عن سوني تكلم عن. نتكلم. عن بما إن إحنا في سوني يعني. خلنا نكمل على الألعاب. ريزيدنت إيفل مو ريزيدنت إيفل سايلنت هيل. أوكي. كل يعني يسمونها open secret في اليابان لأن كل الناس يدرون عنها في اليابان لكنها قاعدين يسوونها بس عن كونامي. كيف 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 يسمونها open secret؟ حلو هذا لأن كل الناس يدرون عنها للسنين سر عند حرمة. أوكي عندك لجبري. أوكي كمل open secret هناك كل الناس يدرون عنها وهم الحين موقعين مع سوني من زمان هم قاعدين مع سوني من بتصير حصرية تقريبا حق سوني لأن سوني دفع الدراهم حق الديفلوبر ما ديفلوبينج ما ديفلوبر ديفلوبر أوكي مطورين مطورين لا لا هان إنهم بيسوون ذا ربما ديفلوبرز ولا ديفلوبينج ديفلوبينج لها إيه التطوير لها التطوير لها التصنيع يعني لها حق أوكي حق التصنيع لها لأن مفروض كوجيما يسويها قبل ما يطلع قبل ما يتخانق معه قبل ما يطردونه مثلا كونامي بس ما سواها طردوا انا نسوي البي تي سوى الدمو انه حق سايلنت هيل اللي بيسويها بس الحين الكلام طلع انه هو شغال عليها من طرف سوني لان سوني موقع مع كونامي تسويها وسوني خلت كوجيما يشتغل معاهم. طيب كوجيما هم يبون اوكي كوجيما الحين من كم لو من طلع منها 6 سنين تقريبا من 2015 طلع. طيب شو وين راح سوى ستوديو مال شو اللي نزل العاب Death Stranding نزل لعبة واحدة شنو هذا اللي وصل باكجات اوكي والحين شو اللي عنده في المستقبل هذا هو شغال هذا الكلام انه شغال مع كوجيما ما شغال مع اللي هي كونامي اللي شغالين مع سوني اللي طردينا اللي شغالين مع سوني اللي بينزلوا سايلنت هيل يعني تقدر تقول طلع من سوني صار كونتراكت معاهم من جهاز إيه. اوكي هم المفروض يسويها من البدايه بس هل انطرد من سوني من كوجيما من كونامي كونامي شل سامي ذي اللي كان كانهم مانين ذي اللي طاح عليهم كابكم بعد عندك هذا يشبههم اللي طاح عليهم ذي العاصفه معاصفه ما ادري قنبله هيروشيما إيه هذا هم هناك اي نفس الاسم كوجيما كونامي شغل وكوسانا هنا لا كونامي شركه كوجيما نفر اوكي هم مفروض هو يسويها بس تخالق معاهم اطلع او طردوه حمته في الصلاه وهو يبيها من الله بعد ما من زمان مشتكي مشاكل لان روحتك الحمام انت بكرامه من حسب عليها بالوقت كاميرات في كل مكان النت ممنوع تستخدم اي شيء ثاني مدققين على كل شيء هذا من كلام الناس اللي قالوا العملاء اللي عندهم اللي طلعوا ما يبون يشتغلون عند كونامي كونامي بعد حولت انها تبي تسوي العاب اللي هي العلماء العمال مش العملاء اي العمال ما بدقق عليه هنا اوكي كمل انا مخبط لا انجليزي عارف يتكلم ساعه ولا عربي عارف يتكلم شوف لك اجيب لي حل امسك لك حل لغه جديده يخرج ياباني يمكن شيء اوكي كمل هم لانهم حولوا يبون ما يبون يسوون العاب تربل اي حق لان صعب تصنيعها وطول يبون يسوون العاب قمار ذي القمار ماشينز اوكي ايه نروح هنا ليش دقيقه عاد جاي لك ومو بالصين هالاشياء ها مش ممنوع في الصين هالاشياء ذي اللي في اليابان اوكي وعادي يبيعونها لمكان ثاني اوكي وموبايل فون جيمز بس الحين حرفيا قبل كم شهر بس بالكورونا فيروس ذيلي خسروا خساره كبيره اعلنوا ان خساره كبيره عندهم في الاندستري مالت اللي هي القمار ماشينز كونامي خسروا يسوون لعبه ولا صدق يسوون العاب هذولي يستخدمون الكاركترز مالينهم من الالعاب القديمه جدا الناس يحبونهم عشان يسوون العاب قمار
لعبة كده مش حقيقة يعني. فيديو جيمز بس قمار، أجهزة قمار فيديو جيمز. أوكي. فالحين هذا هم من زمان ذي الكلام بعد الحين وهم بيدخلون مرة ثانية، وتعرف إنك كوجيما اسم كبير وهما أصلاً البي تي دامه خطير جداً، لأن الحين كل خصوصاً على الأيام اللي نزلهم هم كانت كل الألعاب اللي هي الرعب كلهم كانوا ألعاب أكشن قلبه ما هم ألعاب رعب. رزيدنت إيفل حست فاللي هي رزيدنت إيفل 7، والحين اللي سوت الريماستر 2 إنهم رجعوا خلى الأمور صعبة، مع إن رزيدنت إيفل 3 أو 3 ريماستر اللي نزلوها آخر واحدة ريماستر زادوا الأسلحة وزادوا القوة زيادة، يعني زادوا عندك أسلحة وخرابيط، فقامت ترجع نفس الخرابيط، قاموا يرجعون أكشن شوي شوي. طيب. فهذا هم الحين بيحلون. هم عندك الحين الجهة الثانية بعد كوجيما ما نحوش منه ما ظل مارك سيرني المهندس مال الفيتا بلاي ستيشن 4 بلاي ستيشن 4 برو بلاي ستيشن 5 ما سوى سلم، شغال مع بلو بوينت، وبلو بوينت هذا بسوني يقولون لك في خلال يقولون بلو بوينت شنو هي؟ بلو بوينت الشركة واللي هي الاستوديو اللي يسوي ريماسترز معروف جدا اللي سوى ديمون سولز. طيب وهذاك اللي تكلم عن مساعة هذاك يسوي هاردوير حق ايه ذاك كونتراكت مال سوني، شغال مع سوني بكونتراكت ما بشغال عند سوني مارك سيرني. اوكي ايه شغال معاهم عشان يسوون لعبة حصرية حق سوني، بيسوون ريماستر حق سنيك ايتر سولت سنيك سنيك ايتر عرفته اللعبة القديمة دي اللي موجودة في الكمبيوترات السنيك زي اللي تمشي لا 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 سولد متل جير ما اعرف متل جير سنيك ايتر متل جير اذكر هذا موجود عندك في الفيتا موجود عندك في الفيتا لعبة لا قراءة ذا خليني احفظ الله اوكي كم ذا اللي المهم بيسوون لها ريماستر تقريبا تكون سنيك بعد يقولون بيسوون لها ريميك مو بريماستر بيسوون يعني بيسوونها من جديد وجديد وبلو بوينت معروفة خطيرة جدا وبلو بوينت توهم موظفين أو من قبل كم من سنة موظفوا فقط 500 موظف عشان لأنهم بيسوون شغلين على تو بروجكت شغلوا على ديمون سولز وشغلين على لعبة ثانية ديمون سولز نزلوها الحين اللعبة الثانية متل جير ومعاهم الحين اللي بيصير الهيد ديفلوبر مالهم مارك سورني ما يسوي ألعاب يسوي ألعاب دائما تستمو دائما يعني يحط فيه شغلات يوريك قوة الجهاز مثلا لازم يعني نفس اللعبة ذي هذه ما بشغلتها هذه شو اسمها ذي اللعبة ديمون سولز لا إيه سيوف لا وشو اللعبة اللي تجيك مع بلاي ستيشن توريك قوة إيه لا ذاك توريك قوة توريك اليد بس مو بقوة الجهاز ما فيها ما فيها ري تريسينج ما في شغلات خفيفة توريك يعني حركات اليد هذا أوكي الأسترو بلاي روم فهو هذا بيور بي يعني يمكن يحط فيه تقنيات جديدة ويحط فيه شغلات كذي ولازم يعني يستخدم قوة الجهاز ووصله للليمت لأنه هو آخر واحدة سواها اللي هي كناك نزلت لكن هل هذا بيبدأ يسويها ما بعد لا لا الكلام هم قاعدين يسوونها لهم كم سنة أوكي حق بلاي ستيشن 5 حق بلاي ستيشن 5 حصريا طيب وهذه طبعا يعني هل هذا يعني ان سوني ما اعطتهم كم من سنه تقول سوني ما اعطتهم قوه بلاي ستيشن 5 من كم من سنه ايه او معطينهم يعني اللي هو قبل ما تنزل يعني حتى حتى الاستوديو الثاني يقول لك ان السباكس مالين الجهاز بيصير يعني على الحد المعين الين ما يوصل لهم الدفكت مالين الدفكت توا طيب. الدفكت لهم الدفكت لهم الحين سنه وشوي الدفكت طيب. والفرس بارتي لهم يمكن سنتين لهم اكثر من دفكت ياخذون طيب هل هذا يعني السنة القادمة راح نشوف ألعاب تأخذ الهاي بروفورمنس حق المفروض السنة القادمة السنة القادمة والسنة اللي بعدها إنه خلاص يعني بيصيرون ألعاب خاصة للجيل الجاي بيسحبون عن جيل يعني هل بتيجي ألعاب السنة القادمة تقول لي نفس الوقت وغير إنه بعد اللي هي التولز والاس دي كيز وذي اللي يصير لهم يعني تحديثات السنة القادمة نفس الوقت تنزل ألعاب تشق المروحة بلاي ستيشن عدل تسمعها على كلام سوني انهم بيحدثون المروحه مع اللعبه بعد عشان ما تبي تسمع صوت المروحه حتى وانت تلعب حتى الالعاب اللي على القوه ما فهمت يعني هم بينزلون تحديث وبروفايل فهمت الحركه فهمت الحركه لكن ما فهمت ان اذا كانت الجهاز الحين يبي يشغل مروحه قويه الفكره انهم يبون مثلا نقول لك بس في المكان ذا الفلاني هذا اللي ياخذ القوه هذا المكان الفلاني اللي يشتغل مروحة عشان تبرد أوكي بعد ذا ما يحتاج نبرد شوي لأنه ما بقوي يخفف فهمت شلون شيء طبيعي ذا
هذا كل أجهزة ويظل يعني حار مثلا يقول لك ما نحتاج نبرد فسكت المروحة شغلات كذا. هم يبون يخلون بروفايل لكل لعبة عشان مو بلازم ترتفع الحرارة تشتغل المروحة، لازم يشوفونها لان يعني تحتاجها ما تحتاجها حتى لو ترتفع الحرارة خرابيط وذي يعني عادي خلي الجهاز يشتغل اوكي. هم يبون يحدثون المروحة بعد لان حرفيا تحدث النظام واليد والمروحة بعد. طيب في حديث واحد لا لا المروحة تحدثها من النظام وتحدثها من اللعبة بعد على حسب اللعبة وحسب تحديث واحد. واليد اليد لا اليد يقول لك نزل تحديث اليد اشبك اليد عشان تحدثها كيبل ما نزل بلوتوث نزل. طيب مالي ماركس مالي بس دقيقة انزين الحين عندي الحركة في الألعاب الجاية. طيب إذا كنت انت فاتح بلاي ستيشن وجالس تحمل شيء داخل وقاعد تلعب لعبة يعني تحمل تحديث يعني مثلا ولا شيء اسوي ايش تحمل لعبه في باكي جراوند اسوي اشياء وجلس العب هو اوريدي راح ترفع المروحه هل برضو بيخش على الاكتف على دي ولا ما تكلم عنها الان؟ هم قالوا هم فكرتهم ان ينزلون تحديث للمروحه للالعاب وغيره وللمستقبل احتياطا انهم ما يبون يشغلون مروحه بصوت عالي بس بقوه هم شلون فهم يبون يعدلون على الكيرف مال المروحه مع الوقت. فأتوقع إنه بتشتغل مراوح في المستقبل بس ما هو بتشتغل يعني مثل بلاي ستيشن برو ولا شيء إنه دائما شغالة عالية. معني أوكي معني بيساعدهم الحركة إن ينزلون اللي هي صوت المروحة خاصة بعد اللي هي هذا لو إنك أصلاً تفكه حتى لو تشتغل مروحة لو تفك اللي هي اليمين ويسار الباب تشوف الصوت أخف بقوة. معني ما أدري ليش هم دقين على صوت المروحة ان الاجهزة اللي راحت ماتهم كل معلي بس هل الشيء السلبي او ان الشيء اللي انت تبي صوت ولا تبي اداء طز بالصوت بس برد اوكي اوكي برد خلي الجهاز من طول تحت ما لي شغل انا احط السماعات قدر ما اوكي في شيء حلو لكن اذا قدروا من مشاكل اجهزتهم اللي راحت كان لي الثيرمال ماتيريال نفسه فالثيرمال ليكويد ميتال يساعدهم بعد واجد اذا قدروا بيسوون الحركه اوكي بس انك لا تلعب لي وتخلي الجهاز حار بس عشان المروحه ما تشتغل اوكي. أهم الفكرة إنه بعد إنه يسوون كيرف حق كل لعبة إنه ما بتصير مشاكل في اللعبة نفسها إنه تعرف اللي تنزل المروحة الصوت وخلاص يصير أوفر هيتينج والأداء ينزل لأن حرفيا هذا هذه المشكلة فاريبل فاريبل كلوك سبيد فإن كل من جهازك أبرد كل من أداء أحسن ما بالأجهزة القديمة الأجهزة القديمة داخل أشرح الأجهزة القديمة حرفيا ما تشوف فرق الأداء ما تشوف فرق الأداء الا لما الجهاز حرفيا يصير اوفر هيت ويطفي هذا كان يقول لك اوكي شوف قام يقطع وطفى لانه صار له اوفر هيت. طيب انت تتكلم عن ذا الشيء لكن انت تتكلم في ذا المكان راح ترفع المروحه في ذا المكان راح تنخفض المروحه. طيب يا مرتفعت هنا ارتفعت الحراره وانا قاعد امشي هنا الحراره ما بعد تقل ليش ما تصير خلي المروحه عشان تقلل الحراره يعني قاعد اقول لك يعني انا قاعد انا طلع من كيسي هذا نطلع المثال هذا نطلع من كيسي انه اقول لك يعني مثلا هم قالوا انه بس اللهم في اماكن معينه في اللعبه اللي تحتاج المروحه تشتغل بس انا اقول لك ان مثال ان المروحه تحتاجها هنا وبعدها تطفي ترتفع الحراره انا اللي قايل لك ترتفع الحراره عادي ما راح ترتفع الحراره انا اشوف المثال المثال حقي ما قلت لك ترتفع الحراره قلت لك انها تصير ثابته بس ما بعد تنزل ما راح ترتفع الحراره المروحه ما راح تطفي ما راح تطفي راح نشوف قدام اوكي معنى فيها باق ثاني بعد كل ما تكلموا عن حتى أنا شفته إن حتى لو أنك تلعب لعبة محملها عندك في الجهاز أحيانا فجأة السي دي رام يشتغل ويجلس يقرب قوة يقرب صوت عالي بعدين يطفي. أنا مجلس ألعبها اللعبة حرفيا ما يحتاج السي دي يقراها لما ينسخها أو أنك حطيته عشان يتأكد أنها اللعبة بس يمكن فكر يمكن شغله بيسوي هذا اهم لان يقولون ان البلاي ستيشن 4 بلاي ستيشن 4 ما يسوي هذه الحركه ما انت تلعب لعبه ما تشتغل مره اذا محمله داخل ما تشتغل لما تنسخ جلس تنسخ او انك حطيت بس اول مره تحطها سي دي جلس يقراها غير كذا ما يجلس يشتغل ويطفي بالحاله جهاز زهقان قال يلعب سي دي ذا فالسوني طبعا ما تعترف الحين يقول لك ان هذه مشكله ولا شيء نزلون تحديث ويعدلونه حتى اللي يقول لك ما اقدر اشحن يدتي على الوان في الرسمون ما اعترفوا انها مشكله نزلوا تحديث عدلوه. شوف في اشياء ما يحتاج يعترفون فيها عاد انا مع سوني انا بنزل تحديث اعترف انه مشكله
عشان بس انك مره باق يعني صغير ايه تشحن تشحن الايد في الدا ولا تعرف انه مشكله ان السي دي ما بيشتغل خلص. اوكي ايش عندك مشكله؟ صوتي عالي الحقيقه مقارنه بالجهاز النوع واضح بس اوكي اعترف واتكلم عشان ازيد الاخبار وبرضه اخلي سوني اعترفت خلاص تحديث بينزل خلاص انت ساكتين يخربون جهازهم كذا. ايش كنا نقول؟ ان مارك سيرني هو بيسوي اللي هي الريميك حق ريزيدنت ايفل بسيمان مثل جير وهو بعد ميانة جدا مع كوجيما خوي كوجيما روح بالروح تلش يقول تلش يقول كوجيما عن مارك سيرني يسميه خوي الشرب والنعم على طول مع بعض جلسون معروفين. انا انصدمت اصلا كوجيما يقول لك في حفلات اي 3 وديل يقول لك ما تدري بس كوجيما سكير سكير. قلت اقول لك يا يابانيين هذولي اوكي كمل يشربون واجد. طيب فميانة معاه واجد وما اخذ اتوقع انه يعني اللي يقول لك البلاسينج ماله انه قاعد بيسوي هاللعبه الريماستر عشان يساعده بعد من تحت لتحت لان كونامي ما بشغلين معه في علاقه ممتازه لانه بعد انه بعد ما نزلها مثل جير سيفايف هذا اللعبه الوحيده مثل جير اللي نزلوها بدونه. طيب سوى لعبه ثانيه بلو بوينت سوى لعبه مع بلاتينوم جيمز مثل جير رايزن بس هذا كانت اللي هي هو حاول يسويها اللعبه بس ما قدر اعطاها اللي هي بلاتينوم جيمز هذا قديم يعني على بدايه بلاي ستيشن 3 وفاقده كلهم ساعدهم يعني ظل يعني كونسلر معاهم اللعبه مو بلعبتهم كامله يظل فكرته وخرابيط كثيره من عنده بس هذه مثل جير سيفايف اول لعبه سواها بدونه ما له دخل فيها فصلها من الزيرو من عنده من عندهم بدونه وهذه اول شيء سووا لها بويكوت كثير ضد كوجيما ما طلع يتكلم هذا اول ما طلع من الشركه كله على الصايم ترجع ما بعرف يفتح اللي هي الاستوديو ماله فوق انها كل شيء تدفع فلوس كل شيء تشريه انت اللعبه لازم كل شيء تدفع نقاط تبي اكثر من سيف سلوت تبي اكثر من سيف فايل تخزن تبي تشتري شخصيه ثانيه تلعب مثلا انا بلعب بفايل وانت بتلعب بفايل لازم تدفع فلوس لكل سيف سلوت بفلوس اللعبه مجانا تنزلها لا قيمتها فوق 60 دولار وداخل دفع زياده فيها مخدرات عشان تخليني امسكها ما لا ريفيوز فلوب ما اقدر لازم ادفع ريفيوز فلوب اللي شو اسمه بويكوت ناس ما شراها خسرت ما حد دق لها خبر كلش اللعبه كل شيء بس اللهم يبون فلوس لانهم مستخدمين الانجن والميكانكس وكل شيء حرفيا مثل جير بس اللهم ما مثل جير فانتوم بين بس اللهم ما بيج بوس واجهه بس وجه شخصيه ثاني بس هذه نفس كل شيء حاطين بس اللهم نقول لهم زومبيز ما زومبيز ناس طلع منهم قرون سبع عليهم فاتوقع اذا يعني بيساعد كوجيما بيساعد مارك سيرني بتصير اللعبه خطيره. طيب عندي سؤال لك عادل. نعم تتوقع هل لكن ليس لألا لماذا هذا الكلام؟ سوني يوم من الايام في المستقبل اوكي احنا بان احنا تكلمنا عن ارم وكل شيء بس انه نزلت في الويندوز والاشياء القويه دي تبدا تصنع العابها في اكسل ام ارم في حق اللابتوب مثلا في شو اسمه ستيم او تسوي برنامج تنزل او تسوي برنامج خاص فيها تسوي مثل لانشر لا تسوي لانشر خاص بها تبيع عندها هي موجود عندها اللي هي الويند بس ما تصير حصريات حبيبي اي لا عندها هذه بلاي ستيشن ناو موجود على بلاي على تقدر تلعب ستريمينج اوكي بلاي ستيشن ناو في الالعاب الجديده حق ذا مو بكل الالعاب الجديده بس اتكلم انه خلاص ما يكون في حصريات هنا في المستقبل هل يقدر هل تتوقع بيسوونها اتوقع بيسوون هم شغالين على اللي هي هم للحين عندهم في مقابله مع هذا جيم راين مالهم الرئيس الحالي اللي مو بعجبني اللي يقول ليش الناس يبون يلعبون العاب قديمه انا اشوف الناس ما يبون يلعبون العاب قديمه وجهه نظر من جهه وهم ما يبسوي شركه تضطر تسوي عادي عادل هو فان هو في مقابله معه مع راشن اسالوه قام يقول لك هل بتسوون شيء زي جيم باس فقام يقولون احنا شغالين على شيء بس ما اقدر اتكلم معه حاليا جيم باس اللي هو في كل حصريات مايكروسوفت وغيرها اللي اكس بوكس مايكروسوفت في كل حصريات دي 1 وفاق ذا كله العاب كثيره
من 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 برا يعني حصريات بالهبل، وسعرها الشهر الاول بدولار، وبعدها في مثلا في الـ في الويندوز او الاكس بوكس 4.99 دولار شهر. برنامج هو قابل برنامج، اي برنامج موجود عندي هنا. طيب ما عليه. الاشياء الثانيه اللي بتصير هم يقولون شغالين، هذا هذا نظره اكس بوكس قامت تخش، لان بلاي ستيشن عندها بلاي ستيشن بلس مونثلي جيمز، وبلاي ستيشن بلس اللي هي كولكشن حق البلاي ستيشن باي 5 تقريبا 9 العاب ممتازين، وهذه المونثلي جيمز اللي كل شهر يعطونك اياه بلاي ستيشن كولكشن، وعندهم اللي هي الوان البلاي ستيشن ناو، والبلاي ستيشن ناو ستريمينج سيرفيس، واذا صارت اللعبه موجوده في بلاي ستيشن 4 او 5 تقدر تحملها. طيب انا اكلمك في المستقبل، هل تتوقع ان الالعاب تنزل كلها خلاص يعني بالعربي جوجل سوني تتحول تبيع العاب بدل ما تبيع لا اتوقع بيظل، حتى لو انه بيظل 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 يعني بلاي ستيشن 6 و7 بيظل، بس انا اتكلم انه بيتنزلون العاب يعني بالدف في الاجهزه الثانيه. هم شوف هم نزلوا الحين ترى من لعبتين، واحده ما اذكرها والثانيه اللي هي هورايزن الاولى، عرفت هورايزن الاليين الديناصورات، عرفت اي نزلوها على البي سي. طيب انا مالي شغل في بس الحلقة. بس ما باعت. طيب لا 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 باعت باعت. طيب انا مالي بهذا الشيء، انا اكلمك في كلام شوكي، انا اكلمك في المستقبل، هل تتوقع انه خلاص يعني بتبدا تفتر لا بتظل عندها ما ما يمكن تنزل حصرياتها القديمه، يعني مثلا اذا نزلوا God of War 3 ينزلون God of War. أكلمك مثلا بلاي ستيشن، قلت لي انت مساعد عندهم ستريم بلاي ستيشن ناو، ما ادري اسمه وين نازل ده، موجود في البلاي ستيشن 4 بلاي ستيشن 5 وفي الويندوز بس. طيب هل راح يدفون فيه العاب الجديده تنزل عليه؟ ما ادري ما ادري. لا الخطه في المستقبل يعني مثلا اتوقع في المستقبل اتوقع انه خلاص اكس بوكس اللي بس جالس عادي، لانهم موقعين مع اكس بوكس الحين يستخدمون سيرفرات اكس بوكس. لا انا اكلمك بس اكس بوكس اللي عادي انزل على اي نظام، انا انزل اي جيم راين هو يقول انه اصلا ان اللي يسوون اكس بوكس خساره كان كمستقبل صح، اللي يتكلم اللي يقول اللي يسوون اكس بوكس اللي هي الجيم باس خساره، يقول خساره. لا عكسني، لا يعني ما يبي الجيم باس، يبي لا لا بيبت. هو الجيم باس يقول ان اللي مسوينه الحين في عندهم خساره كبيره. ما ادري انا يعني انا حرفيا اللي اشوفه كذا اقول اوكي، يعني ماخذين لايسنس حق العاب كبير وكثيره، انا ادفع 4 دولار منين الدراهم يدخلونها دي؟ طيب يعني لو 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 لو, لو يرفعون 11 دولار في الشهر ممتازه، تقريبا 19 دولار تاخذ اكس كلاود جيم باس في الاكس بوكس والبي سي وجولد اللي هي الاكس بوكس لايف. لا لا شهريا شهريا اي واكس بوكس لايف عشان تلعب وجيم اوف جولد كل هذا. اوكي كل شيء يعني كل شيء تسوي اكس بوكس هذا حلو، يعني تلعب في البي سي تلعب هنا تلعب في الكلاود تلعب اونلاين ربحان. ايه طيب اللي هي التيميت تقريبا نتحول الحين عن المواضيع الثانيه خلاص عشان ما نرجع لهم، عشان نرجع حق بلاي ستيشن. ايه خلاص ايه هذا المشاكل اللي عندهم. في ناس جيمين صار عندهم مشاكل يقول لك جرافيكس شغلات باب اوت وما ادري وشو، يعني ديلي هاردوير ليفل واحد بس في الانترنت طلع هاردوير ليفل، فاللي عنده هذا يرجع اي لازم نظام المشاكل. في 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 فرق ما بين باب اوت وما ادري وشو ديلي من اللعبه، وفي فرق ما بين ان الشاشه تقلب خضراء. شو اللي يطلع لك الباب اوت في اللعبة؟ يطلع لك الارض ولا شنو؟ لا شنو؟ ما ادري في اللعبة. الجرافيكس كله ينسحب في الارض ويرجع مرة ثانية ويطلع ويقوم يقطع كذا ويطير وما ادري وشو، بعدين تقلب الشاشة خضراء ويصير فيه خلف. هذه المشكلة. اي هذه المشكلة. هذا هاردوير ليفل. اي والشيء الثاني شنو؟ قلت في فرق بين هذا المشكلة هذه، والمشكلة الثانية انه مثلا تمشي انت وفجأة شخصية راسبين قدامك. ولا مشكله من اللعبه؟ المشكله هذه لعبه ولا سوفت وير؟ لعبه سوفت وير اللي يسوون داتا ليميت، مثلا اذا صارت لعبه مبنيه على بلاي ستيشن 4 داتا ليميت اللي صارت مبنيه على بلاي ستيشن 4،
فما يبون يستخدمون القوة اللي هي كلها عشان الستريمينج حق المعلومات من الهارد درايف لأنه ما بس اس دي. فبعضهم مثل فاينل فانتسي 15 ريماستر فاينل فانتسي 13 ريماستر حتى لو صار عندك اس اس دي تظل وانت تمشي للحين يظلون اللي تكستشر بابا يعني يرسمون يسوون باب اوت كذا اللي هي ماتيريال تكستشر مع ان عندك اس اس دي سريع. فهم يبون هم مصنوع استخدمت على باكورد كومباتيبلتي مصنوع على بلاي ستيشن 4 ف لازم ينزلون نسخه حق الاس اس دي عشان يسوون لها دايركت يعني دايركت داتا ستريمينج معلومات من اللي هي الاس اس دي. طيب بس اذا عندك يعني شاشه تقلب خضراء والمعلومات كل شيء تنزل وترقى والصور اللعبه كلها هذه هاردوير هاردوير يعني مشكله هاردوير دي مشكله طيب. هاردوير طيب. تلقى خط اخضر يطلع شاشه تقلب خضراء. طيب الاشياء الثانيه اللي عندك الحين لما ننتقل خلصنا من الالعاب الحين هذيلي وش الاشياء الثانيه اللي عندك؟ اللي هي البوكو ام 2 فون. هذا مش ام 2 ام 3 ذا ام 3 قصدي هذا اي ام 3 اترك ذي عشان لا تنزل. طيب شو الاشياء الجديده اللي فيه؟ الناس كلهم رافعين فيه بس انا ما اشوف يعني في حتى شيء. من اول واحد تكلمون سعره اول واحد كان خطير صدقنا شاشته تعبانه وكاميرته تعبانه بس يعني سناب دراجون كان اللي هي 35 بلس فيه تقريبا ما خبلني ولا كان في بلس لا ما كان في بلس كان العادي لكن كان اول في يعني فلاج شيب اي وكان كم 300 دولار سعر على ذاك الوقت الحين سناب دراجون 662 اها ليش ما حطوا 14 نانومتر ليش اها اي قديم هذا رخيص هذا من اي سنه 600 لا السنه او السنه راحت تكنيكلي 14 السنه هذه لان ما بدنا نزول السنه 14 اي لان هذا هذا اللي نزل على بيكسل لا البكسل ذا لو اند البكسل عندها اللي هي الميد ميد رينج شغلات خفيفه يعني وش 1080 ريزولوشن 1080 بلس 16 باي 1080 بلس فل اتش دي بلس ما اشوف انا اوكي الريزولوشن الريزولوشن يعني ما شغلات خفيفه يعني بس اللهم في هاي ريز اوديو 6000 بطاريه و 6000 بطاريه كم قيمة فاست تشارجينج هم كم قيمة راح يكون هذا تدخل مثلا تشتري مثلا دخلت تقول اوكي خلنا نلقى علي اكسبرس علي اكسبرس بس ممكن ما حد يقول شيء والله راح شوف سعره ما اتوقع احد راح يتكلم ما ادري سعره اذا تكلموا عن رخيص بس جهازه هو ارخص من رخيص المعتاد اللي فيه يعني ليش اشتري جهاز عليه 600 جنيه جهاز لو يعني وين احنا رايحين ايه بس رخيص او رخيص شي 130 4 رام 4 رام شو اللي فيه يعني انت هذا اللي تكلموا عنه بعد شو اسوي انا اتكلم عن خلق الله قلت تقول اوكي خلني اشوف حل اذا انا يعني خلني اشوف ايش عندهم ما شفت شيء الناس تكلمون كثير الديزاين خطير مالهم الكاميرات او الكاميرات ما ادري وش ما اتوقع حتى الكاميرات تصور شيء اتوقع تقارنها يعني بسامسونج المدري 4 رام يعني الجهاز ده سرق يمشي برجل واحده مكسورة اوكي كمل الا بعده اذا كان مو بالهم وان ما ادري وان ما ادري اسمه اندرويد وان طيب انا عندك النسي اس جاي فانا قلت اقول لازم نشوف الوير تاك حق سي اس اللي راح استعدادا للسي اس الجاي. طيب عندك الشارمن لا شارمن عندنا شركه انتو كرامه اشرح لهم انت ما ادري ايش تتكلم عن الاشياء دي هذا الوير تاك مال سي اس 2020 مو هب 2021 اوكي بس انك تتكلم عن شيء الحين ما نتكلم عنها بس انا اتكلم عن شيء او شيء لازم نعرضه عشان يشوفونه اوكي مالت مناديل مرحاض مناديل حمام جهاز الي يجيب لك شركه عندنا مناديل حمام انت بكرامه يجيب لك هو المناديل الحمام فكرته انه يعني اذا ما تبي تجلس في الحمام انت تتوهق اللي بعده هذا امبوسيبل بورك طيب بورك بس الحين هذا انا اذكر السنه راحتي بس ما تبي تقول الحين دي يعتبر حلال
بورك لحم خنزير بس امبوسيبل هذا ذمه من نبات ما هو لحم حقيقي فيعني حلال هذا بني على شنو فهو شنو كمل شلون يعني يعني انت ليش تبي تاكل خنزير حتى خلاص كلمة خنزير انت اصلا البداية ادري تنقرف منها كمسلم اي ادري تنقرف منها وتخاف منها كمسلم آه خنزير استغفر الله ما ادري وش لا تنجسني بس يظل نبات طيب اوكي يعني الفكرة ان المستقبل تخيل المستقبل كله يعني impossible food يعني ما كل اللحوم مو هم لحوم كلهم نبات هذا امراض راح تجي قدام الكالوريز اعلى الاشياء كلها احنا يصير خير عند المستقبل انا بروح اكل كل شيء انا بروح المحلات واكل كل شيء مو بلازم اشوف اكل الانجريدينتس لا في جيلاتين راح تنزل في الدول العربيه وخلاص تاكل في كل مكان لا نتكلم هنا وحتى هنا يعني لو بتروح لك اشياء انت لازم تقرا يعني بروح بيطلع لك احكام ثانيه مبني على شنو هو مثل بس هو نبات اي اوكي بس هو ميرور حق شنو هو بجيب لك اي بس يظل نبات ما هو حيوان مثلا كيف بس انه لحق شنو هو مبني اساسه شنو ليش عندك او هذه تغنلي عرضها في مع النوت هذا سنين موجوده من اول في قطعه تحطها وتصير اي قطعه بس هذا يستخدم الكاميرا والجهاز اوكي عشان تكتب بالكيبورد تستخدم كاميرا الجهاز عشان تكتب على الطاوله اسمها سيلفي تايب اوكي كمل فتقدرون تكتبون سيلفي تايب تشوفونها هذا انا بشتريها اوكي شوف كم قيمتها انا ما شفتها وين قيمتها؟ ما ادري علي الفيديوهات اللي تتكلم عنها دي ما لها داعي في القناة لأنك انت قاعد توريني وتتكلم عن صورتك بس هم ما يدرون شو السالفة شو يشوفون الحين فهمت شلون اي ادري لازم اشد الشاشة ما راح نحطها الحين ما كملنا الحين الأشياء فانت ذل لازم شيء ثاني كنت تفكر فيها من البداية يعني دي خطيرة دي لازم دي انا بغيت اتكلم عنها لأنه انا جتني الفكرة دي وانا رفع ضغط السنة مرت علي شاور هيد راس الشاور سبيكر موجودة شركات منزلينها ليش تتكلم عن سيريس في شركات منزلينها من زمان موجودة والله وفي السوق ما في شيء جديد أنا يعني. زين أنا فكرت فيها أنا لي 4 سنوات عندي سبيكر في الحمام عندك فكرت. سبيكر في الحمام ما هو بشاور هيد أنا ما علي سبيكر. بس أوكي شالوه وحطوه في شركات منزلينها أمازون تقدر تشوفها تكمل لازم احذف من النوتس فكره شركه اوكي كم لان حرفيا انا فكرت فيه يعني في الشاور حاطين الوان وفي ما ادري شنو في سبيكرات موجوده لان انا قمت اقول بسوي اللي هي ابسويها من الشيء لان عندي في النوتس الشاور نفسه يكون في سبيكر انا في النوتس عندي في تطبيق النوتس عندي فكر شركات وبرامج فهمت شلون احتياطا للمستقبل ما ندري متى لان انا اكتب بس كذا لان اشوف بعدين في المستقبل هل ان صدق شركه تسويها ويقول شوفوا تاريخ شوفوا اخر متى كتب شوف سواها بس شوفوا متى انا كتبها هونداي واوبر بيسوون طياره اوكي تطلب طياره توصلك تسجل طياره هنا تقول وين ودني السعوديه اوكي تنزل لك كذا ودني السعوديه هذا يضحكك شفت المصابيح اللي احنا جالسين فيها هذا الفاضي ما في شيء وكلهم اوكي بس خلاص ما انت كنت تفكر فيها من قبل دي طيب في اشي ثاني راح تقولها عندك سوني اكس بوكس العاب هذا خفيف الموضوع يعني ما عندنا شيء كثير مارك سرني هذا عن الخبر الكبير وذي الخرابات اللي صارت الناس اللي خايفين من الهاردوير يعني صارت مشاكل الهاردوير تطلع بس فبس هذا الفيديو فيديو عن بلاي ستيشن اكس بوكس حصريات ومشاكل سمعنا عن لا ما تكلمنا عن اكس بوكس واجد تكلمنا عن جيم باس اوكي بلاي ستيشن حصريات ومشاكل اكس بوك بلاي ستيشن ف بس وأسف إن ما أخذنا أسئلتكم فكتبونا تحت التعليقات في ذي الفيديو وراح نأخذ أسئلتكم أو نجاوب عليها في الفيديوهات القادمة فنأخذ الأسئلة الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة واشتراك حسابي سناب شات شرب ضبطكم وعمل لايك المقطع ونشر المقطع ولا تنسون من فضل دعاكم والسلام عليكم.